بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. يمكن النهاردة الحلقة تلاقيها مختلفة إلى حد ما. ليه؟ لأن النهاردة هنتكلم عن موضوع علمي خاص بالبيئة والمناخ، وهو تأثير الكلاب الأليفة. كلنا بنحب الكلاب، والكلاب بتحب الإنسان حب شديد، ولكن الجماعة اللي بيربوا كلاب في دول بنسبة كبيرة جدا، عدد كبير، لأن كل بيت فيه كلب واثنين وثلاثة وكلاب أليفة. البحث ده وجد ان في تأثيرات بيئية ضخمة جدا على البيئة وعلى المناخ وعلى الحياة البرية للكلاب الأليفة، حتى مش الكلاب الضالة. البحث منشور في مجلة اسمها Pacific Conservation Biology، مؤلفه واحد اسمه فيليب باتمان، واحد اسمه واحدة اسمها لورين جيلسون، وبيتناول كل التأثيرات اللي بتعملها الكلاب على الحيوانات الأخرى وعلى البيئة. فبيقول لك ان الحيوان المفضل صديق الانسان ده ممكن يكون من اكثر الكائنات ضررا على البيئة وعلى الطبيعة. الدراسة اللي اتنشرت في 10 ابريل سنة 2025، والباحثين دول من جامعة كيرتن الاسترالية كشفوا عن جانب مظلم في علاقتنا بالكلاب، وهو التأثير البيئي الخطير وغير المتوقع اللي بتسببه الحيوانات دي على البيئة وعلى المناخ. الحيوان أو الكلب من الحيوانات الضخمة نوعا ما، وحيوانات مستهلكة، يعني مش مثلا صغيرة زي القطط أو بعض الحيوانات الأليفة الأخرى. لقوا إنها بتسبب أضرار مباشرة وغير مباشرة للحياة البرية. هنشوف الكلام ده إزاي، وبتعمل تغييرات في النظم البيئية وتغييرات في المناخ. فأول حاجة الأضرار على الحيوانات البرية الأخرى. فبيقول لك حتى الكلاب المقيدة بالسلاسل، انت واخد الكلب معاك وربطه بالسلسلة وخارج بيه، فده ممكن تسبب أضرار كبيرة للطيور والثدييات زي طيور الشواطئ مثلا، زي النورس وخلافه والبلاشون وغيرهم، والناس اللي عايشة في المناطق الشاطئية، وفي طيور برية، في حمام، في مش عارف ده، كل الحاجات دي الكلاب بتأثر بيها، لأن الكلب حتى هو مربوط ممكن يطارد الطيور دي، ممكن يروح على الأعشاش بتاعتها ويدمر الأعشاش بتاعتها. لقوا إن حتى الكلب لما بيمشي في مكان أو يتبول في مكان أو يتبرز في مكان، ريحة البول بتاعته بتمنع الحيوانات الأخرى إنها تقرب من المناطق اللي هي بتعيش فيها دي، فبيعمل ضرر كبير جدا في عمليات التكاثر والتناسل والبيئات الطبيعية اللي عايشة فيها الطيور والكائنات الحية الأخرى. ممكن يعمل انهيار كامل للنظام البيئي، فده بيأثر على الحيوانات التانية. الفضلات بتاعت الكلاب دي ممكن تعمل أمراض في الحيوانات الأخرى اللي عايشة في البيئة، وتلوث التربة وتلوث المية كمان. الكلاب اللي بتدخل المية دي أو البول بتاعها ممكن معاه مواد كيميائية سامة. الأدوية بقى اللي بنعالج بيها الكلاب، يعني ناس عندها كلاب كتير كده، تبص تلاقي كل شوية رايح للدكتور وبيطلع عمال ياخد مضاد للديدان، ويدي مضاد للحشرات، ويدي مش عارف ايه حاجات لمكافحة للبراغيث والقراض والكلام ده. الحاجات المواد الكيميائية دي لما بتتغسل بتنزل في المجاري وبتروح للبيئة، ما بتزولش من البيئة، بتروح على كائنات تانية ليه؟ تموت لك حشرات مفيدة وكائنات تانية مفيدة غير الكائنات اللي عايشة على الكلب. يعني حتى الكيماويات الأدوية اللي احنا بنديها للكلاب دي لها تأثيرات بيئية طويلة المدى. طيب الشعر الملوث بالأدوية بتاعة الكلاب دي ممكن الطيور تستخدمه في بناء أعشاشها، ياخدوا الشعر بتاع الكلاب اللي عليه أدوية مضادة للحشرات ومش عارف ايه والكلام ده، ياخدوه الطيور تبني بيه الأعشاش بتاعتها. ممكن ده يؤدي إلى تسمم الفراخ بتاعتها وموتها قبل الفأس. في حاجة كمان بقى، البصمة البيئية لصناعة أغذية الكلاب. بيقول لك أغذية الحيوانات الأليفة تنتج انبعاثات كربونية تكافئ الانبعاثات السنوية للدولة رقم 60 من حيث التلوث، يعني أكنها دولة بحالها عمالة تنتج ملوثات للبيئة. كما تستهلك هذه الصناعة كميات ضخمة من الأراضي، ماشي، أراضي زراعية يعني، والمية، وبتستهلك ملايين الأطنان من الأسماك، واللي يفترض أنها تكون غذاء للبشر. فلماذا يحدث كل هذا بقى؟ السبب طبعا مش الكلاب نفسها، على حسب البحث ما بيقول لك سلوك بعض المالكين اللي بيتهاونوا في إدارة كلابهم، إن هم
ما عندهمش الوعي يعني، ما بيدركوش، ما بيقللوش عدد الكلاب الأليفة، بيحاولوا إن هم يعني يقتنوا عدد كبير من الكلاب، ويقول لك الكلاب الأليفة عددها بيزيد عن مليار كلب حول العالم. إحنا حوالي 8 مليار، هم مليار، يعني عددهم قريب جدا من عدد، أو يعني إلى حد كبير جدا من عدد الإنسان، فده عدد ضخم واستهلاكه بيبقى كبير. فالحلول بقى اللي بيفرضها البحث ده بيقول لك إن لازم يكون في توازن بين حماية البيئة والحفاظ على العلاقة بين الإنسان والكلاب، لأن الإنسان معظم الناس يعني اللي بتربي كلاب مش هتستغنى عن الكلاب مهما اتنشر أي أبحاث في الحكاية دي. فبيقول لك إن إحنا أهم حاجة بس نعملها إيه؟ إن إحنا نمنع دخول الكلاب للمناطق البيئية الحساسة، الكلاب الأليفة. تاخدش الكلب بتاعك وتروح اماكن بيئيه فيها طيور وفيها اعشاش لها وفيها حيوانات بريه والكلام ده. الالتزام الصارم بالقوانين اللي تنص على ربط الكلاب في الاماكن العامه. رفع الوعي لدى المالكين باهميه جمع فضلات كلابهم. بعد الكلب ما يعمل الفضلات بتاعته تجمع. تشجيع تغذيه الكلاب باطعمه صديقه للبيئه. رغم ان نسبة قليلة فقط من المالكين حاليا مستعدة لتحمل التكاليف، لان طبعا الاكل صديق البيئة للكلاب بيبقى اغلى من الاكل العادي ويبقى فيه تكلفة اضافية بيرفض المالك ان هو يدفع. فطبعا ده بينبهنا ليه ان عدم الاسراف في تربية الحيوانات الاليفة وخصوصا الضخمة، الحجم الضخم بتاعها. وبينبهنا بقى الى ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني من 1400 سنة نهى عن تربية الكلاب. وفي طب في اراء فقهيه في الموضوع ده، انا يعني ما اقدرش ادخل فيها، بتقول ان الكلاب لا مش منهي عنها، لكن اللي انا اعرفه ان الكلاب عموما منهي عن تربيتها الا اذا كانت لغرض يعني زي الحراسه او غرض يعني فيه غرض لها، عشان العدد بتاع الكلاب ما يزيدش في البيئه، او يعني الكلاب الاليفه بالدرجه الكبيره جدا، ونوفر التغذية بتاعتها والحاجات بتاعتها دي للإنسان، ونوفر المصاريف اللي بتتصرف على الحيوانات الأليفة دي إلى إنها تروح للبشر وللبلاد الفقيرة. فالإسراف يعني دايما في أي حاجة بيؤدي إلى مشاكل كبيرة جديدة. وأنا أول مرة أعرف إن الموضوع ده كمان فيه تأثير على المناخ، يعني فيه تأثير على المناخ وعلى الحيوانات البرية وعلى الطيور والكلام ده. الواحد كان مفكر إن العملية بقى تأثيرها بسيطة. فده بحث يعني انا قابلني وعجبني على موضوع الكلاب، نظرا لان الناس كتير قوي بتحب تربيه الكلاب، فبس يبقى عندها فكره ووعي ان موضوع الكلاب ده مش حاجه كده يعني تاخدها ببساطه. ده بالنسبه للبحث الظريف عن الكلاب دي، والى اللقاء في حلقه قادمه وبحث علمي جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.